بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معكم أخوكم في الله أشرف محمد علي. بنستكمل مع بعض السلسلة بتاعتنا بعنوان تدبر آيات من كتاب الله من خلال قناتنا على اليوتيوب. طبعا الفكرة الرئيسية من هذه السلسلة هو ان احنا عايزين نتدبر ونعيش آيات ربنا سبحانه وتعالى. وزي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، الهدف الرئيسي وراء تدبر آيات الله سبحانه وتعالى هو تحويل القلوب من قلوب قاسية إلى قلوب لينة. وقسوة القلب هي اللي بتجعل الإنسان يقبل على المعاصي، لكن لو كان قلبه لين هتجده ان هو بيقبل على الله سبحانه وتعالى، ستجد ان هو متسامح، ستجد صفات كتير قوي هتبقى في هذا الانسان. هو ده اللي احنا عايزينه، وده اللي احنا بنهدف اليه من خلال هذه السلسلة. طبعا احنا قلنا الفكرة ان احنا بنعرض الآية وبعدين نعيش هذه الآية ونتدبر ما فيها من معاني. فالآية اللي احنا هنعرضها هي الآية الثانية من سورة البقرة، قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. عايز نستشعر هذه الآية. أول الآية بتقول إيه؟ ذلك الكتاب. ربنا سبحانه وتعالى لما واحد يجي يقرأ هذه الآية يجد إن ربنا ما قالش هذا الكتاب، بيقول ذلك الكتاب. ودايما في الإشارة للكتاب بتلاقي إشارة للبعيد، فأنت تتدبر بقى، تتعايش بقى، عايز تتفهم هذا المعنى. ليه ربنا بيشير إلى القرآن باسم الإشارة ذلك، اللي هي إشارة للبعيد؟ ده للتعظيم وللتشريف، عشان يعظم هذا الكتاب. فربنا سبحانه وتعالى معظم كتابه هذا القرآن، يبقى طبعا لازم انت تهتم بهذا الكتاب جدا، لأن ربنا عظمه، قال ذلك الكتاب، ما قالش هذا الكتاب. تمام؟ طب من تعظيمك ليه ايه؟ انك تتدبره، انك تفهم وتعيش المعاني اللي فيه. ففي البداية بيقول اهو بداية الكتاب: ذلك الكتاب لا ريب فيه. طبعا احنا ذكرنا في الحلقة اللي فاتت ان هذه الآية ذلك الكتاب لا ريب فيه كانت سر من اسرار ايمان احد الملحدين، ان هو لما قرأ كلمة ذلك الكتاب لا ريب فيه على طول استشعر معنى جميل جدا. ايه هو؟ ان لا شك فيه، ان ما فيهوش قصور، ما فيهوش نقصان، ما فيهوش سهو. فهو قال ايه بقى هذا الملحد؟ قال انا لما باجي اقرا اي كتاب لاي مخلوق، ان بيبدا الكاتب بتاع هذا الكتاب او المؤلف لهذا الكتاب بيبدا باعتذار عن اي خطا، عن اي قصور، عن اي نسيان قد يحدث في هذا الكتاب. ليه؟ عشان يبرأ نفسه من حاجه زي كده، بحيث ان هو ما يفقدش ثقه القارئ. لان لما يجي واحد يقرا الكتاب بتاع واحد ويلاقي فيه اخطاء، يبقى فيه عنده ايه؟ يفقد الثقة في هذا الكاتب. لكن لما يلاقي فيه اعتذار في الاول يخلي القارئ يقول اه لا، ده الراجل دوت بيعترف بهذا، وان ما فيش احد ما بيخطئش. لكن لما يجي حد يجي يكتب كتاب يقول لك ده ما فيهوش قصور، ما فيهوش نقصان، يبقى ما لا يمكن ان يكون هذا الكتاب الا من مين؟ الا من خالق. وهذا ما حدث فعلا، ان هذا القرآن بقاله 14 قرن ما فيش تغيير في الحروف بتاعته، مفيش زيادة ولا نقصان ولا تغيير في أي تشكيل. طب قول لي على كتاب واحد من كتب المخلوقات إن ما حصلش فيها كده. أي كتاب بيبقى فيه مثلا المؤلف يقول لك طبعة الأولى، طبعة الثانية، طبعة الثالثة، وتلاقي في كل طبعة فيه أخطاء، لأن دي بشر، صح؟ وليه بيعملوا طبعات؟ لأن كل شوية يكتسبوا خبرة، فمن اكتسابهم لهذه الخبرة بيخليهم إنهم يعملوا الطبعة الثانية، الطبعة الثالثة، وما نحو ذلك. فهذا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تعال نقف بقى على هدى للمتقين دي. هدى للمتقين دي استجابة لدعاء اللي كان في سورة الفاتحة في السورة اللي قبل سورة البقرة.
سورة الفاتحة مبنية على أساس هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. يعني أنت بتبدأ في مقدمة كده إنك بتحمد ربنا وبتثني عليه وبتمجده، وبعدين إيه بتقول؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، من أجل اهدنا الصراط المستقيم. عايز تدعي هذا الدعاء، فربنا بيجاوبك إن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أنت عايز الهداية، فالهداية في هذا الكتاب. شوف بقى، استشعر المعنى ده. أنت مش عايز الهداية اللي بتطلبها مني، موجودة في هذا الكتاب. شفت بقى التكملة دي؟ هدى للمتقين. طب هنقف وقفة. هدى للمتقين، واحد يقول لي هو الكتاب ده هدى للناس ولا هدى للمتقين؟ ده هداية لكله ولا هداية بس للمتقين؟ طب أنا عايزك تفكر في هذا، إن تستشعر بقى أنت هذا المعنى، وممكن تكتبه لي في التعليقات، إن ربنا ليه قال هدى للمتقين وفي بعض الأحيان بيبقى هدى للناس. القرآن ده بيبقى هداية للناس، بدليل أن ربنا سبحانه وتعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، ما قالش إيه؟ ما قالش هدى للمتقين. يعني ساعات يقول هدى للمتقين وساعات يقول هدى للناس. طب أنا عايز أعرف ليه هنا قال هدى للمتقين، وعايز استشعر هذا المعنى، فانا هسيبه لكم وهجاوب عليه في بداية الحلقة التانية، عشان اخليك تقعد تفكر وتستشعر وتتدبر ما في هذا الكتاب من معاني. وبشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.